التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين ينذر بحرب تجارية بين الجانبين. فمع استمرار واشنطن في الإعلان عن رغبتها بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية، أعلنت بكين استعدادها دفع أي ثمن في مواجهة تجارية محتملة مع واشنطن. ولكن الاشتباك الاقتصادي هذا ليس محصوراً بالطرفين، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن تتسع رقعته لتشمل دول منظمة التجارة العالمية كافة، نظراً لتضارب المصالح التجارية والشركات بين مختلف الدول الأعضاء. للمزيد حول هذا الموضوع معنا من واشنطن معهد السياسات الدولية، مدير معهد السياسات الدولية باولو فون شيراك. أهلا وسهلا بك سيد فون شيراك إلى غرفة الأخبار. نتحدث ونتساءل أيضا إلى أين يمضي ترامب في معركته التجارية مع الصين برأيك؟ ليس واضحا أي اتجاه يأخذه هذا الأمر. كما تعلمون الأمر بدأ قبل بضعة أسابيع، وكان التركيز على الواردات من الألومنيوم والصلب وبعض المنتجات المكررة، وكان ذلك محدودا في هذه المنتجات على كل الدول التي تستورد أمريكا منها الألومنيوم والصلب، وكان التركيز بعد ذلك على الصين. كما تعلمون الصين ليست مصدرا كبيرا للألومنيوم والصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك كانت هناك جولة أخرى، منتجات جديدة أضيفت واختيرت من قبل الحكومة الأمريكية، خضعت للتعريفة الجمركية، والصين ردت بالمثل. والآن هناك جولة ثالثة هي أكبر وأضخم من قبل حكومة ترامب، ويتوقع أن ترد الصين بالمثل أيضا. السؤال هو ما الذي يدفع هذه الحرب؟ ترامب قال بشكل متكرر إن أمريكا تعاني من عدم التكافؤ في الميزان التجاري مع الصين، وهذا ربما ما دفع أمريكا إلى فعل ذلك. وأمريكا تقول إن الصين لا تتعامل بإنصاف بحسب قوانين منظمة التجارة الدولية، وهذا طبعا موضوع للنقاش، لأن هذا الغياب في التكافؤ ليس دليلا علميا قاطعا، وهذا يتوقف على الظروف بين كل دولة وأخرى. لكن السؤال هو هل يضع السيد ترامب كل هذه البرامج من أجل رفع التعريفة الجمركية على المنتجات الصينية من أجل إرسال رسالة للقول هذا ما سنفعله إلا إذا جلستم معنا للتفاوض ونجد توافقا على قضايا أخرى ليست بالضرورة حول عدم التكافؤ في الميزان التجاري؟ يبدو أنه وبحسب عدد من المحللين نوعا من اللعبة التجارية، لكن علينا أن ننتظر. هي لعبة تجارية، ولكن إذا سلمنا جدلا أستاذ باولو فون شيراك بأن ترامب سيذهب بعيدا في هذه المعركة، هل تعتقد بأنها معركة رابحة للولايات المتحدة الأمريكية الذهاب في فرض ضرائب وما إلى ذلك على الصين؟ انظروا، ترامب قال إن الحروب التجارية جميلة ويمكننا أن نفوز بها. هو قال هذا، وأنا أجد هذا صعبا من حيث التصديق. بالنسبة للعديد من الاقتصاديين في أمريكا وفي غير أمريكا يقولون إن الحروب التجارية ليست جيدة كما يقول ترامب، وإنما هي ينتج عنها خاسرون فقط. الكل يعاني، وتكون هناك سلسلة من العقبات المتبادلة، وطرف يعاني أكثر من الآخر. بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين سيعانون، لأن المنتجات الصينية ستصبح أغلى، وكذلك سيتضرر آخرون، وسيكون هناك تشويش على التجارة العالمية ونظام التجارة العالمي. لا أعتقد أننا نريد أن نمضي في هذا الاتجاه، ولا أعتقد أن هذه فكرة جيدة، ولا أعتقد أن الحرب التجارية هي حرب يفوز بها طرف دون آخر. يجب أن يكون هناك تفوق على مستوى معين. آمل أن يكون
يرون الطرفان الصين وواشنطن يخضعان للمنطق ويقولان هذا سيء للجميع، دعونا نجد ما هي المشكلات ونتعاطى مع هذه المشكلات ونجد نوعا من الترتيب. بالنسبة لسيد ترامب والحكومة الأمريكية، هناك بعض القضايا التي تعتبر إشكالية مع الصين، ليس بسبب عدم تكافؤ الميزان التجاري وإنما الوصول إلى الأسواق. هناك بعض الشكاوى من قبل الشركات الأمريكية التي تريد أن تعمل في الصين وفي السوق الصينية، لكن هناك تقييدات وتحديدات للشركات الأمريكية الراغبة في العمل في السوق الصينية، وكذلك هناك مطالبات من أمريكا بتقييد عمل الشركة الصينية في أمريكا، لكن ليست هذه الطريقة المثلى للتعامل مع الموضوع. فيما سبق لما شاهدنا سيد فون شيراك الحرب الكلامية مع كوريا الشمالية، كان ترامب يرفع من سقف المطالب وسقف الاتهامات لكوريا الشمالية. نتج عن هذه الحرب الكلامية ما اصطلح عليه ب يعني عملية تفاوض محتملة. الآن مع الصين، هل هذا هو المطلوب من ترامب، يصعد ضد الموقف الصيني حتى يجلس على طاولة المفاوضات في النهاية؟ أعتقد ذلك. يبدو أن الرئيس ترامب لديه هذا الأسلوب التفاوضي، يبدأ برفع الأسلوب وجعله سيئا بالنسبة للآخر، وبعد ذلك يقول ربما يمكن أن نصل إلى حل توافقي. فعل ذلك في تعامله مع المعارضين الأمريكيين هنا، وكذلك مع الانتقادات الإعلامية التي وجهت لإدارته، وخصوصا جريدة نيويورك تايم التي اتهمته بالعديد من الأشياء وقال أشياء سيئة جدا جدا عن نيويورك تايمز، وبعد ذلك أجرى مقابلة مع نيويورك تايمز، وهذا فقط مثال. لكن ما قلته حول موقفه تجاه كوريا الشمالية هو مثال جيد أيضا. لا أعتقد أن أسلوب السيد ترامب أن يحرق الجسور، لكن هو يريد أن يعود. لديه العديد من التصريحات النارية وهذا أسلوبه، ولكن بشكل حدسي هو يتطلع إلى نوع من الاتفاق والتوافق، وأن يكون هناك أرضية مشتركة بينه بين الإدارة الأمريكية في واشنطن، وكذلك بطبيعة الحال الحكومة الصينية في بكين. أمل ذلك. وفي نهاية المطاف هذان أكبر اقتصادان في العالم، وقال أحدهم عندما يكون الفيل يحارب فإن الذي يعاني هو العشب، لذلك الناس والفاعلين الصغار هم الذين يتضررون كثيرا عندما يتناطح اقتصادان كبيران، وهذا ليس جيدا لأي أحد. كما تعلم فون شيراك بأن الصين توعدت بإجراءات مماثلة لما تعتزم واشنطن القيام به، والبعض يقول بأنه لدى بكين قنبلة مالية قد تلحق أضرارا بالاقتصاد الأمريكي. ما الخسائر المتوقعة هنا أمريكيا في حال قرر ترامب الذهاب بعيدا مع الصين برأيك؟ كما تعلمون ليس مفاجئا أن الصين ستقف مكتوفة الأيدي. الصين وكما قالت تحضر للانتقام، وبطبيعة الحال الجولة الثانية من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها وبطريقة ذكية الإدارة الأمريكية قالت إن ذلك لن ينفذ بشكل فوري وأن هناك نافذة من الوقت، وتخيل أنه ما يعنيه هو التفاوض. ويبدو أن الصين ستحضر للانتقام. متى سترد الصين؟ هي سترد على مستوى فول الصويا وكذلك الذرة وبعض المنتجات كالقمح. ومن الذي سيتضرر؟ هو أمريكا، المستهلكون والمزارعون الصغار وكذلك
ذلك القاعدة الزراعية التي تركز على التصدير إلى الصين، ولذلك فربما يكون هناك بعض الرسائل السياسية الأخرى التي تريد الصين أن توصلها إلى أمريكا وإلى ترامب، وتقول إننا سنضر بقاعدتك الانتخابية التي ستعول عليها للتصويت على الانتخابات التجديد النصفي. إذن الصين مستعدة تماما للرد والانتقام بالمثل، وإذا كانت هذه الحرب التجارية والجمركية تتصاعد فإنهم سيفعلون كل ما هو ضروري، على الرغم من كون أن هذا سيضر الاقتصاد الصيني أيضا وكذلك المستهلكين الصينيين. دخول أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية، البعض يقول سيد باولو فون شيراك، سيؤدي إلى يعني أضرار على الاقتصاد العالمي وليس فقط على الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد الصيني. وهنا نسأل، ما تأثير هذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي برأيك؟ انظر، سيكون لذلك تأثيرا سيئا، والكل يتوقف على اتساع نطاق هذا وعلى كم سيستغرق. إذا كان الأمر يتعلق ببضعة أسابيع، سنجد أن الطرفين مثلا إذا وجدا حلا أو توافقا وتسوية لهذا النزاع التجاري، إذا لن يكون هناك ضرر كبير على الاقتصاد العالمي. لكن إذا تواصلت هذه الحرب سيكون هناك مشكلات كبيرة. فقط تخيلوا أن العديد من المنتجات الصينية التي تنتج في الصين أو المنتجات الأمريكية التي تجمع في الصين وسلسلة الإمدادات التي تأتي من الصين، وذلك يشمل مثلا كوريا الجنوبية وتايلاند وفيتنام وتايوان وماليزيا ودول أخرى، إذن بوضوح إذا كان المنتج النهائي الذي يشحن إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيتضرر بالرسوم الجمركية، ستكون هناك تداعيات على كافة أطراف سلسلة الإمدادات، والدول الأخرى ستتضرر بهذه التدابير، وذلك بحسب حجم المشحونات التي تشحن وتجمع في الصين وبعد ذلك تباع في السوق العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب مقدار كل سوق. لكن من الواضح أن نتطلع ونتنبأ بأنه مجموعة من البضائع ستتضرر بالتعرفة الجمركية من الطرفين، وإذا قلنا إذا نفذ ذلك، نفذت هذه الرسوم الجمركية، فإن معاناة ستكون للعديد من الدول وليس فقط الصين وأمريكا. شكرا جزيلا لك باولو فون شيراك، مدير معهد السياسات الدولية، حدثتنا من واشنطن. إلى هنا ملفات غرفة الأخبار، غدا موعد جديد وملفات جديدة.